السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة معانا فيديو جديد وخبر جديد، وزي ما متعودين هنصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. الخبر اللي معانا النهاردة تصدر كل مواقع الترند بقاله ساعات قليلة جدا. هندخل في تفاصيل الخبر. هوس هبة مبروك، طبعا بعد التصرف اللي عملته، وازاي ان هبة مبروك طلعت بتتصور كلب وعاملة صور ليها وعامله جايبه طقم تصوير، وكل الاخبار دي هنعرفها مع بعض. بس يا ريت ما تنسوش تدعموني باللايك والشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. البحث عن الترند وهوس الترند والشهره خلى انسانه زي هبه مبروك تتصرف تصرف احمق. المفروض انها انسانه وعندها عقل وبتفكر وعندها دين وكمان متعلمه ودارسه. طبعا فرصه البحث عن ترند وان هي تجيب مشاهدات خلاها تلبس فستان وتعمل نفسها عروسه الكلب، وبتقول ضل كلب ولا ضل راجل، وبكده طبعا تكون اهانت ابوها واخوها وجوزها حتى في المستقبل، وجوزها اللي هي عايزه تخلعه او عايزه تسيبه اللي هو عبد الرحمن طبعا بعد المشاكل اللي حصلت بينهم. خلاها تلبس فستان وتقول ان هي هتتجوز كلب، وبعد كده قالت ضل كلب ولا ضل حيطه زي ما انتم شايفين في الصور كده حفله الزفاف. طبعا منظر اثار كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تصرف هبة مبروك، تصرف صراحة غير محترم منها ان هي تطلع وتعمل كده. وهي بررت وقالت، طلعت وبررت وقالت ان هي كانت بتعمل مسحة مع متابعينها. بس صراحة مسحة بايخة يا هبة، مسحة مش حلوة خالص ان انت تقولي كده، او ان انت تعلقي وتقولي ضل كلب ولا ضل راجل. تصرف صراحة مش حلو جدا منها. وطبعا يا ريت انتوا كمان تقولولي في التعليقات هل التصرف ده ينفع ان هي تعمله؟ ولو وصلتوا معايا لحد هنا لايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اترككم في رعايه الله وامان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.